الجزائر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها منجم عالمي للثروات النادرة. فللجزائر كمية معتبرة من هذه التربة النادرة، والآن العالم كله اكتشف أن الجزائر من أهم ثاني أو ثالث في العالم بعد الصين. عندنا آمال كبيرة باش يكونوا لجيزمون، ولكن دركا حاليا ما نقدرش نقولوا بلي كاين. المعلومات الأولية الأتربة النادرة متمركزين كاع في الجنوب الجزائري هو الغوكار. عندنا بما يسمى بلي بيست سيريوز، يعني طرق حقيقية لإيجاد هذه الأراضي النادرة، وممكن أن الأحجام نتاع الجزائر يكون عالي إن شاء الله. موضوع المعادن النادرة والتربة النادرة زاد الاهتمام به في المدة الأخيرة بالنظر إلى التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في التقنيات الأخيرة، يعني التكنولوجيا دو بوينت كيما لافياسيون كيما الكومبوزونت الكترونيك. On a des techniques pour reconnaître tel ou tel ou tel minéral. Et c'est ce qui nous permet donc de pouvoir étudier la composition du minerai. 25% في العالم تاع الاحتياط تاع العناصر النادرة موجودين في السيانايت. الشروق تحقق الاثنين التاسع والربع على شروق نيوز.